السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمحت يا شيخ، في أختي متزوجة بقالها 9 شهور واتطلقت، طيب. المتعة اللي تحق ليها متعة ال9 شهور ولا 2 سنين زي القانون؟ ما في قانون الشرع، ما فيش في قانون للمتعة. المتعة في الشريعة كما قال الله تعالى: لينفق، عفوا، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. هذا كلام الله سبحانه، هذا كلام الله، ما في سنة ولا 2 سنين ولا 3 كما تفعل الحكومات. طيب إنما هي على قدر الساعة. الله موسع عليه يمتع كويس، غير موسع عليه على قدره. بارك الله فيك.